انا مش عاوزه حوارات، انا مش عاوزه حوارات. انا مقصره معاك في ايه عشان تروح تكلم واحده عليا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، وفي أتم صحة وعالي العال وكله تمام. النهاردة فيديو جديد جامد جدا هعمله في ميرفت، مقلب هيطلع من دماغها هخليها يعني تعيط تعيط تعيط. وعلى فكرة هي السبب، انت السبب ميرفت في المقلب اللي انا عاملة فيك دوت، بسبب اللي انت عملتيه النهاردة. هي عارفة ان انا برجع من الشغل ببقى دوبك على اخري وجعان وعاوز اكل. النهارده رجعت بقول لها ميرفت فين الاكل، بتقول لي لا انا ما عملتش حاجه، انا كنت زهقانه وبتاع ما عملتش. المهم يعني انا كنت زهقان وشدينا مع بعض في الكلام وكده. يعني انا مش هطول عليكم في موضوع القصه ديت، انا هخش على طول في موضوع المقلب اللي انا هعمله فيها بسبب اللي هي عملته ده. المقلب دوت انا اتفقت فيه مع طرف ثالث معانا، هو واحده بس انا مش هقول اسمها عشان هي ايه، قالت لي ما تجيبش اسم في الفيديو يعني. المهم الواحده ديت هي هتتصل على ميرفت في التليفون وهتحاول انها يعني ايه، انا مش هحرق لكم مقلب، انا مش هحرق لكم مقلب، وتعالوا معايا شوفوا المقلب بالنهايه هيبقى عامل ازاي، ورد فعل ميرفت هيبقى عامل ازاي في المقلب دوت وفي الموضوع دوت. ربنا يعيننا على فعل الخير. وانا بقول لكم يا ميرفت من دلوقتي انت السبب، انت اللي خليتيني اعمل كده فيكي، لان انت لو كنت جيت رديتيني بكلمتين كان الموضوع خلص. بس هو دوت العقاب بتاعك. وكل سنه وانتم طيبين، ولو الفيديو عجبكم كملوه للاخر يا جماعه، كملوا الفيديو للاخر والله العظيم هيبقى فيه مفاجات جامده قوي. لو الفيديو ده عجبكم دوسوا لايك، واللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، احنا بنعمل فيديوهات جامده قوي وان شاء الله هتعجبكم. يلا مش هنطول على بعض وتعال نخش في المقلب على طول. السلام عليكم. راح فين؟ راح عند ماما. ليه في حاجه ولا ايه؟ راح اقعد معاه شويه وجاي. في ايه يعني مش فاهم؟ راح اقعد مع ماما والله شويه وجايه. في ايه يا اسامه؟ على فكرة يا ميرفت انت اللي مزعلاني مش انا اللي مزعلك. مزعلك في ايه؟ انت اللي مزعلاني، ما ينفعش اللي حصل. انت عارفة ان انا ببقى راجع من الشغل ميت من جوة. انا كنت مشغولة طول اليوم وما لحقتش. فيها ايه يا عم؟ طيب كل يوم بتيجي تلاقي الاكل موجود وجاهز. فيها ايه بقى لما تلاقي المرة دي يعني فيها ايه؟ اقعدي بس كده، اقعدي عشان نتفاهم بس. اقعدي. انت لو كنت فهمتيني كده بالراحه ان انت ما لحقتيش تعملي الاكل كنت عادي، ما كانش هيبقى فيه اي مشكله. انما انا بقول لك فين الاكل تقولي لي اصبر لسه ما عملتش اي حاجه بتهم فيها ليه يعني يا ميرفت؟ طب ما انت طول النهار في شغلك، انت طول النهار في شغلك على عيني وراسي، هو انت مفكرني قاعده هنا يعني ما بعملش حاجه؟ يا ستي ماشي بس فهميني بالراحه، مش بالاسلوب ده. بقول لك زي ما انت برضو بتشتغل في إيه؟ الشغل وطالع عينك، انا برضو ببقى في البيت طالع عيني معروفه يعني. يا ميرفت الكلام اخد وعطى ويبقى بالراحه. انا راجع من الشغل زهقان، فيها اللي مكفيني بالراحه. عموما يا ستي ما تزعليش وانا اللي غلطان وحقك علي. ادي راسك، ادي راسك يا ستي. زعلانه؟ غريبه يعني اول مره تعتذر. يا ست الصلح خير وفيها حاجه ديت يعني؟ ماشي الصلح خير. ماشي اجيب لك حاجه ساقعه؟ هقوم اروح. لا انا هقوم. لا والله لا والله ما انت نازله غير لما انزل اجيب حاجه ساقعه ونشرب حاجه ساقعه سوا. طب بالليل طيب عشان انا لا انا هنزل استنى يا عم. في والله انا حلفت بالله، انا حلفت بالله خلاص. هتنزلي حلفاني؟ هتنزلي حلفاني؟ خلاص يا اسامه روح. هنزل اجيب حاجه ساقعه سوا. لا انا هنزل اجيبها انا بنفسي. ياه. طلعت البت الجيه. تشربي بيبس ولا تشربي ايه؟ ماشي بيبس. اجيب لك شيبسي؟ لا. شيبسي؟ ايه حكايتك في ايه؟ بصالحك الله في حاجه ديت يعني وانا غلطان. استنى بالليل لما نيجي. لا انا اشرب حاجه ساقعه دلوقتي. انزل اجيب حاجه ساقعه في ثواني، في ثواني وجاي على طول. ماشي. ربنا يهديك.
نرد بقى واشوف مين. الو، انا مين؟ ازاي؟ انت اللي طالبه؟ انت مين؟ ايوه حضرتك اللي طالبه. اسامه مين؟ عايزه اسامه مين؟ والله اللي شغال في المحكمه. وانت عايزاه ليه بقى؟ ان شاء الله اتكلمي باسلوب كويس. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت مين اصلا؟ اه يا حبيبتي انا المداه. انت مين بقى؟ والنبي بقى، هو قالك كده عليا؟ ما عشان انت بني ادم اصلا قلت الادب. ده هي تاخدك. جبتلك سبرايت يا حمص. جبتلك سبرايت بدل البيبس. البيبس الالوان بتبوظ العظم. جبتلك سبرايت كده عشان نهدي هدي لك اعصابك. صب لك. صب لك. لا مش عايز. في ايه مالك؟ مش عايز. اوعى. ايه ده؟ في ايه مالك؟ مفيش. في ايه والله بجد؟ اه ده اسامه عايز اتكلم معاه. في ايه يا بنت؟ انا كنت سهله كويسه ونزل اجيب لك حاجه ساعه وجاي. ايوه انا مجنونه يا اسامه. اقعد بقول لك عاوز اتكلم معاه. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. فيها ميرفت؟ في ايه اللي حصل؟ انا سايبك كويسه ونزلت. في ايه تاني؟ وبايس راسك قبل ما انزل كمان. تقدر تقول لي رقم من ده؟ رقم ايه؟ الرقم ده الاخير ده رقم مين؟ معرفش. معرفش رقم مين. لا تليفونك رن مرتين. اول مره انا ما ردتش، تاني مره رديت. وفي واحده وعارفاك وانت قايلها عليا كلام مش كويس. يعني انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ واحدة واحدة بس يا ميرفت. واحدة مين اللي كلمتك وقالت لك كلام مش كويس؟ أكيد ده كذب يعني. أنا مش عاوزة حوارات، أنا مش عاوزة حوارات، أنا بتكلم. لا والله ده أنا بتكلم بهدوء خالص. هدي نفسك بس يا ميرفت كده ووطي صوتك عشان الناس في الشارع وفي ناس في البلكونة ما ينفعش. أنا بتكلم بهدوء خالص وما عملتش أي حاجة. ما عملتش أي حاجة خالص. فهميني بس إيه اللي حصل؟ مش ده تليفونك؟ أه يا ست. مش ده تليفونك؟ حلو أوي. تليفوني. أه. الرقم بقى خش بقى على الاعدادات، انت هتعرف الرقم ده مكلمك كم مره. اكيد ده حوار يا ميرفت، اكيد ده حوار. حوار على مين؟ طب مين؟ طب مين اللي كلمتك؟ طب قالت لك اسمها ايه؟ واحد. لا ما قالتليش. طب قالت لك ايه بالظبط طيب؟ انا مش هقعد احكي يا اسامه في كلام ملوش اي لازمه، انا دلوقتي بسالك. انا مقصره معاك في ايه عشان تروح تكلم واحده عليا؟ انت مش مقصره في حاجه. انا عايز افهم. انا كده مقصره معاك. قول لي انا مقصره معاك في ايه عشان يا عم احاول اصلح من نفسي. يا ستي مفيش اي حاجه يا ستي. يا ربي. اكيد ده كذب يا ميرفت. اكيد ده دي واحده كده عايزه توقع بيني وبينك. مين اللي بيكذب؟ مين اللي عارف في اللحظه دي ان انا قاعده في البيت؟ مين يعني اللي عاوز يوقع بيني وبينك؟ معرفش يا ميرفت. اكيد في واحده بنت حرام عايزه تقع بيني وبينك يعني. انا معرفهاش. اسامه اسامه خليك صريح معايا. وزي ما انت شايفه يعني ده رقم غريب. بالله عليك خليك صريح معايا عشان انا بجد والله العظيم انا بجد على اخري مش عارف انا جوايا عامل ازاي. خليك صريح معايا. انت في واحده انت بتكلمها؟ لا ما بكلمش حد غيرك. لا ما تجننيش والله العظيم. هي عارفاك. والله مرات انا ما بكلمش حد. هي عارفاك وانت قايل لها ان انا مش كويسه معاك وبتشتكي لها مني. هي جابت الكلام ده منين؟ ما انا بقول لك يا ميرفت اكيد ده كذب يعني. اكيد ده حوار معمول. اكيد ده مش حقيقي. مين اللي هيعمل الحوار ده يا اسامه؟ ميرفت انا مش كده يا ميرفت. انا مش كده. عمري ما كنت كده. احنا متجوزين بقى لنا فتره طويله اهوت. الحمد لله عمرك ما شفت حاجه غلط عليا. لا شفت اهو وسمعت.
سمعت بودني، محدش قال لي، محدش قال لي يا أسامة. أنا مقصرة معاك في إيه يا أسامة؟ إن أنت تروح تكلم واحدة عليا بس. أمال أنا ما استاهلش منك كده، والله العظيم أنا ما استاهل منك كده يا أسامة. ويا ريتني كنت مشيت رحت عند أمي، ولا إن حتى يا أخي كنت أرد والله العظيم على التليفون. مش عارف أقول لك إيه. تقول لي ايه؟ تقول لي الحقيقه دي اللي انا عايزه اسمعها. بص هقول لك، انا هقول انا ما استاهلش منك غير كده يا اسامه والله العظيم. انا مش مقصره معاك في اي حاجه. هقول لك انا، بص يا ميرفت، انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. قول الحقيقه يا اسامه. طب انا بص، انا هقول لك الحقيقه وهقول لك على كل حاجه بصراحه، بس توعديني ان احنا نفضل مع بعض. انا ممكن اكون غلطت، بس غصب عني، بس قسما بالله انا غلطت. بس يعني انا، بص انا هحكي لك يا ميرفت على كل حاجه. يعني غصب عنك ازاي؟ يعني انا عملت لك ايه عشان انت تروح تكلم واحده وترجع في اللحظه اللي احنا فيها ديت تقول لي غصب عنك؟ يعني غصب عنك ازاي؟ الشيطان يا مرمي. انا عاوز اسمعك يا استاذ. الشيطان، انا الشيطان هو اللي، معلش. الشيطان هو اي حاجه تحصل بقى تعلق غلطك على الشيطان؟ غصب عني والله يا مرمي، قسما بالله. الموضوع اصلا كان بادئ كله موضوع تافه وملوش اي لازمه. دي كانت يعني واحدة جت لي في المكتب، كان ليها قضية عندي في المكتب وبتاع، وخلصتها لها وما كانش في نيتي أي حاجة والله، والله العظيم ما كان في نيتي أي حاجة. هي اللي قعدت تتحنجل ومش عارف إيه، طب ممكن رقم تليفونك يا أستاذ أسامة يعني عشان بس لو احتجت أي حاجة، لأن أنا باجي من سفر ومش عارف إيه وبتاع. أنا طلعت تحت أمري، أنا اديت لها رقم تليفوني، وكانت والله نيتي كانت خير، إن أنا نيت إن أنا كنت أساعدها. ما كانش في نيتي أي حاجة تانية خالص. لا، ما أنت ساعدتها فعلا. هي اللي ساعدتها على خراب بيتي دلوقتي يا ست. مفيش خراب بيت ولا حاجه. لا، هو ده اللي حصل. مفيش خراب بيت، ان شاء الله اللي اتكسر يتصلح. لا، مفيش حاجه بتتصلح. اللي اتكسر يتصلح والله العظيم، مفيش اي خراب بيت. عشان تخلي واحده ما تسواش، والله اعلم هي ايه، ولا ظروفها ايه، ولا كانت ايه، وتهزقني. يعني هي بتهزقني، بتروح تقول لها كلام عني. انا اسف يا ست. انا مش هقبل اسفك يا اسامه. عشان خاطر انا اسف. لا، مش هقبل اسف. لا، عشان خاطر انا له. ما تخربيش البيت. هو انا اللي انا اللي خربته، انا عارف، بس مش هبقى. انت قلبك اكبر مني. لا، انت قلبك اكبر مني. ازاي اكبر منك ليه؟ ولا اكبر منك ليه؟ عشان خاطر يا ميرفت ما تخربيش عليه. أنا غلطت والله العظيم. الغلط بيتصلح. الشيطان هو اللي اتدخل في الموضوع، معلش. هو اللي غواني والله العظيم غصب عني يا ميرفت. طب سامحيني، معلش، شو ده؟ عشان خاطر المسامح كريم. المسامح كريم، بوز إيدي. أنا مش هسامحك. المسامح كريم. لا والله. المسامح كريم، بالله عليك. خلينا نكمل حياتنا. أنا بصي، أنا غلطة وغلطتها يعني، وحصل لي انا هدوس على الزرار مثلا. واحده بتشتمني، واحده انت بتكلمها ولا ماشي معاها، انا عملت لك انا ايه يعني؟ انت والله ما عنديش كل شايلك على الصوف الراح. عملت لك انا ايه؟ حصل. خلاص، يبقى انا ما استاهلش كل الكلام ده. حصل، معلش. انا هظلم، انت رضيك ان انا اظلم نفسي؟ انا هظلم نفسي لو انا كملت معاك. انا عمري ما هعرف اعيش معاك. لا، احنا هنكمل مع بعض يا ميرفت، احنا هنكمل مع بعض، مش هنسيب بعض. هنكمل مع... انا ما اقدرش اعيش، ما اقدرش اعيش من غيرك. ليه؟ ما انت كنت عايش معايا وبره مقضي حياتك. والله العظيم ما كان قصدي، مش في دماغي والله. وعلى فكره انا ما قابلتهاش اصلا ولا مره، كل كلامنا كان في التليفون. وايه اللي يديها صلاحيه ان هي تشتمني وتهزقني؟
هي قليلة الأدب ووسخة ما تربتش. أقسم بالله أنا لو شفتها تاني في المحكمة لا بص هديها بالجزمة على دماغها. مش محترم اللي خلاها تكلم واحد متجوز وهي عارفة إنه متجوز ومخلف، ده بنت بطولك. خلاص يا بنت بالله يعني عليك، خلاص يعني انت مش مصروف على طولك. خلاص والله العظيم غصب عني، زلت زلت شيطان والله العظيم هتتكرر تاني. خلاص اسكت يا اسامه، انا زعلانه منك قوي والله العظيم، زعلانه منك قوي. راسك يا سيدي راسك، بس ما تبقاش عايزين ندمر حياتنا. انا والله العظيم زل الشيطان غواني والله العظيم، غصب عني غصب عني والله العظيم. اعذريني، مسامح كريم، وانت برضه عذرني في اللحظه اللي انا فيها دي. طب انا عندي حل، انا عندي حل وسط. بصي انا مش طالب منك ان انت تسامحيني دلوقتي، بس ما تمشيش من البيت، خليكي قاعده في بيتك عادي معززه مكرمه، وانا الست اللي هنزل امشي من البيت، هقعد بره لحد ما تهدي كده. ده انا عشان ما عملتش اكل النهارده جيت فتحت لي بقك قد كده ومش مستحمل. ما تخليها هي تيجي تشيل شلتك بقى، تعمل لك الاكل وتنضف له. خلاص يا ميرفت بالله عليك اللي فات مات. انا مش طالب منك ان انت تدوس على الزرار تسامحيني، هتسامحيني دلوقتي. لا يا ستي اقعدي في بيتك عادي وكل حاجه، وخلينا قاعدين مع بعض وما تكلمنيش، بس ما تسيبيش بيتك وتمشي، ما تكلمنيش يومين ثلاثه لحد ما تهدي خالص وتلاقي نفسك عايزه تكلميني، انا هكون موجود، بس بالله عليك ما تمشيش من البيت. خلاص بقى خلاص بقى، عشان خاطر عشان خاطر والله العظيم الموضوع ده مش هيتكرر تاني نهائي خالص، والله ما هيتكرر تاني خالص. طب انت مش مسامحه برضه يا ميرفت؟ يا اسامه بقى بالله عليك واحسك. طب خلاص يا ستي ما تعيطيش ما تعيطيش، خلاص حقك عليا، ما تعيطيش يا ستي بقى خلاص. بالله عليك ما تعيطي خلاص، بالله عليك. طب بص لو مش مسامحاني عشان انا، سامحيني عشان خاطر الناس اللي بتتفرج علينا فوق دي. الناس دي واللي اقول لك سامحيني عشان خاطر الناس دي. ايه لا استنى بس، ناس مين الناس اللي بتتفرج علينا؟ ثانيه بقى، ولا ناس ولا مش ناس. هي مين اللي كلمتني في التليفون دي؟ اللي كلمتك في التليفون ديت واحده انت تعرفيها كويس جدا جدا، بس مش هقول اسمها قدام الكاميرا، بعد ما اخلص الفيديو هقول لك عليها. اه والله العظيم. وتاكدي بنفسك بعد الفيديو. اسامه بالله عليك مش عاوزه اشتغل. تاكدي بنفسك بعد الفيديو، انا هقول لك مين اللي كلمتني وانا كنت متفق معاها ازاي ومرتب معاها كل حاجه ازاي. وخدت التليفون الصغير معايا وانا نازل عشان اقول لها التليفون فوت تتصل عليا. خلاص بقى حمص، قلت لك ده مقلب، انت عارفاني ماشي دغري يا عم. في يا عم في يا عم دغري مين اللي بتتكلم ده؟ اللي كلمتك ديت دي واحده انت عارفاها، انا اصلا كنت خايف ان انت تعرفي صوتها، انا استغربت ان انت عرفتي صوتها. انا طالع غريب. ايوه والله، ولا ظاهر في التروكل. مش عندك تروكولر؟ عندي تروكولر. امال ايه؟ بس التروكولر ما بيجيبش الرقم على الايفون، لازم تخش على الترو كولر جوه تبحث على البتاع. المهم والله العظيم ان دي واحده انت عارفاها جدا جدا وقريبه منك جدا 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 كمان، مش منك انت، قريبه منها احنا الاثنين. بعد الفيديو اقول لك هي مين وبتاكدي من نفسك. المهم يعني يا حموصه، المهم يعني ان انا عامل فيك مقلب، ومش بصورك بكاميرا واحده، لا ده انا بصورك بكاميرتين كمان، كاميرا هنا اهي وكاميرا هنا. ايه رايك بقى؟ احنا اتطورنا قوي. احنا بين انترناشونال يا جماعه، انا عامل فيها مقلب بصوره بكاميرتين مش كاميرا واحده. اي خدمه يا حموصه، اي خدمه. طب وانت استفدت ايه بقى؟ استفدت ايه انا بقى؟ استفدت انا ايه؟ حد يقول لي انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا عملت فيكي مقلب عشان انت ما عملتيش الاكل. أكل إيه؟ بتخيب عليا في الأكل يا جماعة، أنت المفروض برجع من الشغل يكون الأكل جاهز وخلصان عشان أنا ببقى ميت من جوع، ينفع الكلام ده؟ أمال أنا بقى اللي ما بفطرش وببقى مستنياك لحد الساعة 2:30. المهم إحنا مش عايزين نطول على الناس يعني، والمهم إن أنا إيه؟ خدت فيكي مقلب جامد أوي 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 أوي. المهم إنك مسخرة. أنا متغاظة منك على فكرة.
ايه؟ متغاظة منك والله. المهم يا جماعة، لو المهم احنا بنحاول نمسك عليه دليل مش لاقيه لحد دلوقتي، بس احنا برضو في جاري البحث ومش هنسكت. ولو المقلب عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا، اشتركوا في القناة اللي ما اشتركش فيها، وتفعلوا زر الجرس. ايوه تمام تمام. انت فين وانا انت توهتني على فين؟ ايه هنا وانا بصورك بكبرتين. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله.